تسير مملكة البحرين بخطى متسارعة نحو تحقيق هدف التعافي الاقتصادي، وتعمل السلطة القضائية باستمرار مع السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق ذلك ومواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار إسماعيل أحمد العصفور، مستشار قانوني بمكتب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك سعادة المستشار في نشرة الثالثة. ما هي أبرز القوانين والتشريعات التي تم العمل عليها بالشراكة مع السلطة التشريعية وذلك لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة؟ بداية أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين وأشكر لكم هذه الفرصة. وفيما يتعلق بأبرز التشريعات التي تعمل عليها يتم العمل عليها من قبل الحكومة الموقرة بالتعاون الدائم مع السلطة التشريعية والتي جاءت تنفيذا لدعوة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وعقبه إعلان مجلس الوزراء الموقر برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله عن إطلاق المبادرات التي تضمنت واحدة من هذه المبادرات تطوير التشريعات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية تسهم في تعزيز مساعي المملكة في استقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024 إن شاء الله. نعم. أمثلة نعم. هناك العديد من الأمثلة اللي تم يعني ممكن نطرحها على هذه التشريعات. تناولت يعني على صعيد المنظومة القضائية تعديل على قانون السلطة القضائية وتعديل على قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بالإضافة إلى إصدار قانون خاص جديد يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بجانب تشريعات أخرى طالتها التعديلات كقانون التأمين ضد التعطل وقانون الشركات وقانون إعادة التنظيم والإفلاس والعمل في القطاع الأهلي والأنظمة التي تعنى بالقطاع العقاري. وهذه في الحقيقة تشكل هي المنظومة التشريعية التي تأخذ المملكة في هذه التنظيم اللي يتعلق بإعادة التوازن الاقتصادي إن شاء الله. نعم، أيضا القطاع الخاص سعادة المستشار شريك في دعم خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، ما هي خطوات التكامل التي تم اتخاذها مع القطاع الخاص والتي تصب في تحقيق الأهداف المنشودة؟ طبعا بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص هو أيضا من أحد أهم الأمور التي يتم إعطائها كثير من الاهتمام. أن التشريعات التي الآن تتعلق بالاقتصاد والتنمية تتم من خلال التشاور مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذي تمخض عنه صدور عديد من التشريعات مؤخرا والمراسيم بالكيفية التي تدعم بحد كبير تطلعات القطاع الاقتصادي والتنموي. وهناك أوجه كثيرة في الشراكة مع القطاع الخاص، منها ما هو ضمن المنظومة العدلية أيضا كالشراكة القطاع الخاص فيما يتعلق بالوساطة في تسوية المنازعات التجارية، وأيضا فيما هو يتعلق ضمن قانون التنفيذ الخاص استحداث نظام جديد إشراك القطاع الخاص في عملية اللي هو تحت إشراف القضاء ورقابته من المساهمة في حل مشاكل تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية. نعم، المستشار إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني بمكتب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.